سارة شرحت لبوفدي أخبار الآن يا من شوافها كيف ترك القبطان السفينة قبالة جزيرة يونانية وقام بإطفاء المحرك خوفا من أن يتم اعتقاله وجلس بين الناس كي لا يتم سجنه ومعاقبته. ورقنا كلياتنا بالخلق غرقوا كلهم معنا، كلهم بيعرف صاحب الباخرة بيعرف هو. طيب بده يغرقنا كمان. واقف هيك عم بستنى. عم تغرقوا؟ ايش عم تستنى؟ امشي. ايه شو عم تستنى؟ قال هيك لو محل فاضي بركيك. قلت له ايه شو عم تستنى؟ هو طلعني على الباخرة. قلت له ايه ليش هيك قاعد؟ قوم سوق بدل ما تسوق، يلا قوم سوق. لو انا ما بسوق البس ارتاح شوي. قلت له ايه ما حد هاي ارتحت، يلا شغل لي عضلاتك. قلت له اني ما بدي اقوم. ليش هيك؟ ما بده هيك، بده يغلق العالم والبنات لحتى يغرق. لو في مرة ما وده ولد هيك قده صغير بده يغرق كمان. قلت له حاجة في مرة ما عاد بابو هيك قده بده تغرق بعدين. ايه غرق، غرقت. شو صار فيها المرة؟ بس والبابو وين البابو والمرة؟ بابو والمرة هو معه.